واشنطن جرائم القتلة بداعي الدفاع عن النفس، ليكون المزيد من الجرحى والشهداء يستهدفون بلحظة غدر لا تفرق بين مدني أو عسكري. كان في علينا اطلاق نار من عصابات مسلحة، واطلاق نار كتير يعني مو شوي، ونحن عم ننفذ مهمي. وكان في واحد على السطح عم يضرب علي بقناصة وملسم، عم ضربت عليه أنا أوزت وي هو القناص. طبعا في على السطوح نفسه واحد قاذف أربجي رمى علي، ضربني بقاذف أربجي، وبعدين عاد أسعفونا زملائي وما عاد حسيت عشان صوت بالرستن طلب قناصة. نحن عم نتحرك اليوم الصبح من موقعنا الدعم تقدم، وجد طلب قناصة بجري الطرقات كلها ملغمة، حتى إن الغومة في الطريقات وقذائف عم يضربونا بقذائف ريفيجي. كنا فايتين بالقاحط المدرع اللي هو عبارة عن دبابة قدامه قاحط منشان إزالة الحواجز من قدام عناصر الجيش. عند قيامنا بإزالة الساتر تم انفجار العبوة الناسفة، وكانت عبارة عن عبوتين ناسفتين ضمن الساتر. طبعت مجموعة إرهابية بلشت تطلق علينا بالار بي جي ورشاشات وقناصات، وأنا صوت بساق اليمنى تحت قصري. صار إطلاق النار كثيفة لنا منطقة الرستان 5 من جميع أنواع الأسلحة والشاشات والقوازف، ونصبت إصابتين بجري وبركبتي. ليش من الوحدي بتخاف؟ ليش من الوحدي بترتاب؟ رح تنكشف ورح تنشاف كل العالم منكم تاب. وبعد، أي ديمقراطية مستوردة يقبل الشرفاء أن تشق طريقها على دماء الأبرياء؟ وإذا ما ربطنا خيوط الشر، أي طريق يريدون لسوريتنا أن تسير فيه وشبابها يقتل على مذابح الإرهاب الممنهج، فيما المتآمرون يرقصون على موسيقى موت أبناء البلد؟